وعيبش واللي كان جاي عشان خاطر يقعد شوية ويخرج وبعدين يجي ياخد الكارنيه بعد الدورة ما تخلص. الكلام ده كلام غير صحيح بالمر أصلا. يعني اللي هينجح هو اللي أدى أداء محترم وهو حريص على إنه هو حابب رسالة المحاماة، ودي في حياته زي كلنا، كل واحد له هدف في الحياة، كل واحد له هدف في الحياة. العامل ده له هدف في الحياة، عايز يبقى عامل، انت حضرتك عايز تبقى محامي، هي الحياة كده يعني. وإلا ما كانش بقى يبقى فيه عمار في الكون يعني، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني حدد لكل واحد هدفه في الحياة ورزقه وأجله، ربنا اللي حدده. فما فيش بالنسبة لنا غير إن احنا نعمل، نعمل ونكيد ونجتهد وفي نفس الوقت يبقى احنا علاقتنا محترمة بالكل الجهات اللي احنا هنشتغل معاها، سواء محكمة أو نيابة أو خبرة أو أي جهة من الجهات الموجودة في الدولة. كل مؤسسات الدولة احنا بنتعامل معاها طبقا للقانون. الوحيد المحامي اللي بيتعامل مع كل مؤسسات الدولة بحكم انك انت محامي، فطبيعه عملك بتؤهلك انك انت بتتعامل مع كل مؤسسات الدوله. فعلشان كده دي رساله صح، وما بينجحش فيها الا اللي هو غاوي المهنه، اللي هو حبيبها، اللي هو عايشها، هو ده اللي بينجح. واللي بينجح فيها بيبقى راجل من العظماء في الدوله. يعني شوف الترتيب جاي ازاي، اللي بينجح في المحاماه بيبقى من العظماء والعلماء في الدولة. أنا لما بتكلم بقول عظماء أقصد المحامي والمحامين، ماشي؟ فده اللي احنا بنقوله واللي احنا متمسكين بيه علشانكم، واللي احنا بقى عملناه احنا كده الجيل بتاعنا اللي كان حابب المحاماة وعاشق المحاماة وعايش المحاماة والمحاماة عايشة معاه وبينه وبين ربنا عمار وبيراعي ضميره كويس قوي. علشان كده ربنا وفقنا في الرسالة المحترمة العظيمة اللي هي المحاماة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، وبنديها كويس قوي وبنحترمها كويس قوي. عشان كده هي تحترمنا كويس قوي قوي قوي، وربنا بيدينا فيها يعني عايز اقول لك اكتر ما تتوقع. رزق الغيبي ده انت ما تعرفوش، بيجي لك من عند ربنا مش في دماغك المبلغ، لا ده هو جاي لك لان بعد ما اصبح من حقك ربنا ادهولك، بعد ما اصبح من حقك فبيجي لك خلاص. فدي حاجه انا بقولها وبفتخر بيها في كل مكان، وبفتخر بيها وانا بتكلم معاكم، ولان انا عايزكم تبقوا زينا واحسن كمان، لان الظروف بتاعتكم الايام دي غير كانت ظروفنا احنا في الوقت اللي احنا في سنكم، لكن احنا كنا ايه حريصين عليها ومصممين عليها، وعشان كده تعبنا فيها كويس قوي. تعبنا في سنكم تعبنا، بس تعبنا وربنا وفقنا، لان الانسان لما بيعمل وبيكدم يعني ربنا بيضربنا وربنا يقول وقول اعملوا، ربنا يقول اهو ربنا وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. امر من عند ربنا يعني، احنا ما بنعملش حاجه، احنا كل اللي بنعمله احنا المطلوب منا كبشر، لكن القدر بتاع ربنا. هو احنا بنروح المحكمه نترافع ونعلن ونيجي والكلام ده كله، انت هتاخد براءه ولا هتاخد ادانه؟ ده حاجه بتاعت ربنا. فدي لغايه حد معين انت بتقف كبشر، والباقي بتاع ربنا بقى. كل بتاع ربنا القدر ده يعني حلو ومر، بس ما بيبقاش مر، لكن هو بيبقى كده. فعلشان احنا لازم نبقى احنا فاهمين الحياه هنقابلها ازاي، هنتعامل ازاي. احنا قعدنا في المعهد 6 اشهر ولا اكتر، زي بنيجي كل اليوم المحدد بنقعد كده،
قاعدين مع بعض بنتكلم مع بعض، واللي قاعد بيسمع واللي قاعد يعني حريص قوي على انه بيتابع المحاضر، بيتابع كل كلمة بتتقال في المحاضرة، ممكن يسأل المحاضر بعد ما يخلص كل ده، لأن هو جاي علشان كده، جاي عشان يتعلم، جاي عشان يبقى شخصية مهمة في الدولة، جاي عشان يبقى راجل من الرجال من العلماء اللي في الدولة، من المفكرين اللي في الدولة، عايز يبقى كده. وطالما هو هدفه ده، هدفه ده، وبينه وبين ربنا عمر وبينفذ فرض ربنا، هيوصل، هيوصل. هي الشخصيات العامة، ما الشخصيات العامة دي، ما هو احنا، ما هو انتوا، وفي ايه؟ مش ده مين وابن مين؟ لا خالص، بيبقى يعني طالع من قاع الريف وشايف المر وتعبان، ويعني اهله بيصرفوا عليه، يعني مش يعني دم قلبه ليه، وهو حريص قوي وبيضيعش دقيقه، وعايش الحياه اللي هو عايشها، وبيطلع منها وحاطط في دماغه هدف ونجح. وفي العكس، ربنا سبحانه وتعالى ما بيظلمش، احنا اللي بنظلم. فعلشان كده احنا بقول انا النهارده اهو، احنا قربنا خلاص، انا عملنا الحاجات اللي هتتعرض علينا في الامتحانات، يعني هي مش امتحانات، الورق الحاكم، الورق اللي انتوا هتكتبوه هو الحكم عليكم، العلم اللي انتوا حصلتوه هو الحكم عليكم، التعايش العلم اللي انتوا اللي احنا قلناه هو ده اللي هيبقى حكم عليك. اوعى تفكر ان كل كلمه بتتقال هنا هباء كده، انت سمعتهاش، انت حر، ما انت سامعها وما انتش عارفها ومش هتجيلك، لكن اللي قاعد وحريص على انه يسمع كل كلمه بتتقال، كل حركه بتتعمل، كل ده ده راجل هيبقى راجل من الشخص، من المحامين اللي احنا عايزينهم، من المحامين اللي هو هيبقى واثق من نفسه قوي وبيفتخر بنفسه قوي، واحنا كمان بقى بنعتز بيه قوي او بنعتز بيها قوي. فده يعني ايه النهايه دي، لازم تبقى كلنا عايشينها، عشان من جد وجد ومن زرع حصد، واللي لا عمل لا ده ولا ده يبقى ملوش حاجه، ما يلومش الا نفسه. فعشان كده انا بقول من حرص عليكم وحبي ليكم، انا بقول ما مش هنظلم حد ابدا، ربنا ما بيرضاش الظلم، ولا يظلم ربك احد. خلاص، انت حريص على نفسك، انت اللي حكم على نفسك، لأن الحاجات اللي تتعرض عليك دي أما مش محتاجة إن إحنا نقعد ونسأل، لا، ده قانون، ده وقائع، ده إجراءات. فده أصلاً أنا بشوفه مرة واحدة، بقراه مرة واحدة، بتعايش معاه مرة واحدة، خلاص عاش جوايا، مانيش محتاجة أطلع الكتاب عشان أقرأ. لا، الكتاب إيه؟ ما هي ميزة المحاماة ايه؟ العلم اللي هو القانون، قانون لانه مكتوب، القانون مكتوب، ومكتوب في الكتب، مكتوب في كل حاجة، قانون متشرع في المجلس ومعروف يعني. انما بقى المحاماة فين؟ هي فين؟ اللي ملهاش كتاب دي، المحاماة اللي ملهاش كتاب، لغاية دلوقتي ما فيش حاجة اسمها كتاب للمحامي، لا، المحامي بيجتهد، بيطبع الوقائع اللي قدامه، ازاي يطبق القانون عليها؟ ما هو القانون نص، والمحكمة عشان يبقى الكلام واضح، المحكمة لها سلطة تقديرية في استخلاص الحقيقة من الواقع. يعني ايه؟
ما هو ده اللي انا بقوله، ده اساس. المحكمه في الاخر بتطبق قانون، لكن مين اللي بيطبق القانون؟ مين اللي بيعدل الواقعه اللي هينطبق عليها القانون؟ مين اللي هيعدل الدليل اللي نيابه مقدماه للمحكمه علشان تعاقب؟ مين؟ ما تقولوا المحامي. المحامي. فاذا اللي احنا بنقوله ده واقع وعلم وفقه. ده من اخراج مين وتاليف مين وفكر مين؟ المحامي. ما هو لازم تبقى انت عارف المحامي هو في الاول وفي الاخر هو عماد الدعوه الجنائيه كلها. هو بالقانون وبالواقع، وهو الوحيد اللي بيبقى واقف في واقف. ليه؟ لان هو اللي بيسير الدعوه. احنا بنقف فين والمحكمه قاعده هنا والنيابه هنا والسكرتير هنا؟ كل واحد له دور. احنا بنتكلم دلوقتي في ايد انت دورك جاي بقى، انت هتتخرج، انت هتشتغل، انت المفروض خارج من المعهد، يعني خارج بعلم جديد، خارج بفقه جديد، خارج بوقائع كيفيه يعني ان انا اعدد الواقعه دي واعرضها ازاي على المحكمه. كله منتظر منك، كله منتظر منك الجديد، كله منتظر منك القانون واللي بيطبق عليه القانون. فهنا لما نيجي نقول ايه؟ القاضي له سلطة تقديرية في استخلاص الحقيقة من الواقع. قال لا، ده احنا دخلنا في حاجات تانية خالص. يعني القاضي مطلق الحرية كده؟ والمحامي مطلق الحرية أكتر. محامي مطلق الحرية أكتر. بيعدل وبيجتهد وبيعرض وعنده فقه وعنده علم. وعشان تبقوا عارفين لازم نبقى ملمين بكل ما يحوط بنا في المجتمع، لان المحاماه الوحيده اللي بتقدر تشرك فيها كل حاجه وبتدخل فيها كل حاجه من بره، مش القانون بس ولا ولا التحقيق بس ولا ادله السود بتاعه النيابه بس، لا ده في حاجات تانية كتير. في حاجات تانية، في أولا في عندك الدستور السماوي، عندك الأحاديث، عندك الأمثلة، عندك عندك الوقائع اللي موجودة تستفيد منها كل ده. أنت عملية إيه الليل والنهار؟ الساعة كام؟ الرؤية، الحالة اللي كان حالة الرؤية، ما انت بتتكلم فيها. وفي حالات انت بتعرضها مش موجودة عند المحكمة ولا هتقدر توصل لعلم المحكمة، مش هتقدر. احنا اللي نقدر، انتوا اللي تقدروا، وانتوا اللي تقولوا، وانتوا اللي تعرضوا، وانتوا اللي تقدموا الدليل اليقيني الجازم على صحة الواقع. لأن الدليل لازم يكون دليل يقيني جازم لا يقبل الشك خالص. لأن شوف إيه بقى؟ ما إذا تطرق الشك إلى الدليل انهار من أساسه خلاص. إنما عشان يبقى دليل صالح، يبقى دليل إسناد في الدعوة ويقوى على حمل الاتهام في الدعوة، لابد أن يكون دليلا جازما يقينيا لا يتطرق إليه الشعب كده. كده الدليل كده والحكم كده. طب إذا تطرق الشك إلى الدليل خلاص أصبح هو والعدم سواء، دخل في مرحلة الاحتمالات، الاجتهاد، الاستنتاج. ما ينفعش، ما فيش حاجة اسمها لا اجتهاد ولا استنتاج، كل ده ما فيش حاجة، ما فيش ده. إذا ابتدأنا نقول نستنتج
يبقى خلاص الدليل هنا بقى أصبح إيه؟ محل شك، محل احتمالات، احتمال آه واحتمال لأ، خلاص. ولذلك في مبدأ بقول لك إيه؟ في يكفي يكفي أن يكون دفاع، أهو اللي إحنا بنقول اللي هو الدفاع اللي هو مين؟ اللي هو المحامي. يكفي أن يكون دفاع المتهم ولو بلا دليل. فاهمين الكلام ده؟ أقوله تاني، يكفي أن يكون دفاع المتهم ولو بلا دليل، من غير دليل، محتمل القبول. يكفي أن يكون دفاع المتهم ولو بلا دليل محتمل القبول. عكس الإدانة، لما يكون دليل محتمل القبول يبقى هنا المحكمة تقضي بالبراءة، هنا يقضي المحكمة بالبراءة. لأن هنا لما المحكمة تقضي بالبراءة هنا بقولك إيه؟ دفاع المتهم ولو بلا دليل، ما فيش دليل، محتمل القبول، حتى يقضي له المحكمة بالبراءة. أولى تاني، يكفي أن يكون دفاع المتهم ولو بلا دليل محتمل القبول حتى تقضي له المحكمة بالبراءة، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها ما دام ما حصد أدلة الدعوة عن بصر وبصيرة. الكلمة تسوى كتير قوي قوي، كلمة لوحدة تسوى كتير قوي قوي قوي، بس احنا اتعلمناها من زمان قوي وعشنا هم من يعني مش انت مش بتقرا، انت مش احنا بنقراش، لكن اللي احنا بنقوله ده كلمة، كل كلمة بيتعملها ألف حساب في المحكمة. فعلشان كده بنقول احنا جايين علشان نقول المحامين اللي هم خريج المعهد هم دول. انا بقول اهو، انا مسؤول، هيطلع من المعهد محامين محترمين، علماء، فاهمين، دارسين، عايشين، متعايشين في مهنة المحاماة، وهنفتخر بيهم. مفيش كلام، حاجة ما أنا شايف. ودول اللي ما هم دول بقى الجمعية العمومية للمحامين، دول هنضموا للجمعية العمومية للمحامين، لأن إحنا لا، الجمعية العمومية للمحامين في المراحل اللي احنا عايشين فيها دي العدد بيزيد والعلماء بيزيدوا. خلي بالكم، المحامي عالم. هو العالم ايه؟ العلم. العلم في كل مناحي الحياة، كل مناحي الحياة لابد ان يكون احنا دارسين فيها. ليه؟ لان انت بتستنتج موضوعات من كل أصول المعرفة، ودي بتبقى أنت عينها شايلها عندك كده، لأنك بتستدعيها لما تكون بتترافع في واقعة تستدعي أنك أنت تقول مثلا المحكمة، تبقى المحكمة ما فيش نفس غير المحامي اللي صوته ما شاء الله وبيقول وبيمثل. ان المحامي ما يمثلش مش هيعرض، ان المحامي ما استعملش جوارحه اللي ربنا خلقه وخلقها ليه مش هينجح. المحكمه نفس الوضع، ما هي المحكمه لما تلاقي المحامي واقف كده وعمال يتكلم ايه؟ بيرفع كلام، ده المرافعة عرض واقع حي حي حملته الأوراق يتعلق بواقعة معينة شهادته المحكمة وعينته
كأن المحكمة موجودة على مسرح الواقعة وشاهدت الأحداث كلها عشان تعيش الحدث. وإذا المحكمة عاشت الحدث بقى هنا وجدان المحكمة اطمن، العقل استقر فكر كويس لأنه إيه شايف الحدث قدامه، فلما يجي يحكم هيحكم من واقع وجدانه وضميره وجوارحه اللي هي عاشت الحدث كله، اللي هي عاشت الحدث كله. قال هو ربنا خلقنا ازاي؟ اللي خلقنا ليه؟ عشان نتكلم؟ لا، ده ربنا خلق الانسان، انتوا فاهمين الكلام ده، وخلق كل جوارح من اول كده لغايه اخر حاجه في جسمه. قال وخلق ده كل ده لان كل ده ليه وظيفة ربنا ادهال، بتشوف بعينك، بتشوف بإيدك، رجلك، تسمع، تحس بمشاعرك، بحاسيسك، كل الجوارح اللي انت فيها دي ربنا مدهالك مش عشان لا عشان علشان انت وقت ما تستدعي الحدث ده او الجوارح دي بتتكلم. انا من ايه بعمل ايدي بيه هو وببص لده وببص لده وبتكلم، وجوايا انا بتكلم ازاي، في حاجات انا بتكلم مش عروضه. فاذا هنا ده المحامي، ولذلك بقى المحكمه بتبقى وين بتسمعك مش بتسمع كده بس، لا ده انت بتلاقي المحكمه نظرها وتحركاتها كلها معاك، كلها معاك، وبتكتب حالك حاجات بيكتبوا. ما لازم، ما ده بيكتب ليه؟ لان دي مش عنده، دي هو ما وصلهاش، دي هتأثر في الدليل، دي هتغير صورة الدعوة، دي هتقول لا الدنيا ما الرؤية ما كانتش واضحة، تغير وجه الرأي في الدعوة، يتغير وجدان المحكمة. فإذا هنا كل الأحداث دي الدفاع كلها، كل الأحداث هو ده الدفاع المسؤول عنها. وعلشان كده لما نيجي نقول احنا محامي، محامي ده بيتعمل له ألف حساب، طب احنا بقى هنتعامل ازاي مع المحكمة؟ انا قلت اهو، انا قلت اهو المحاماة اساس المجتمع، المحاماة هي المنوط بيها كرجال قانون ان لها رأي في كل الامور الخاصة بالدولة، مش هقول مجتمع بقى، الدولة، كل الامور الخاصة بالدولة محامي. لان ايه؟ لان احنا حياتنا كلها مرتبطه بالقانون، كل المجتمع مرتبط بالقانون، لو حد على صوته عليك تعمل له جنح مباشر وتحبس. ليه؟ لان القانون نظم كل امور المجتمع، واللي بينفذ القانون اللي هم معروفين. انت حضرتك بتروح تترافع عن احد الافراد وبيقول لك ده انا خدت 6 اشهر، المحامي عمل لي جرحه مباشره وخدت فيها حكم غيابي، عملت ايه؟ لا في تعدي باليد ولا في اصابه ولا في حاجه خالص، ده كلام. قال له كلمه، قال له كلمه في نظر القانون فعل مجرد، في نظر القانون فعل مجرد، لكن لا في تعدي ولا في إصابة ولا في أي حاجة خالص. أيوة هو القانون قال كده. ديت اللي اتقال ده، اللي محل الاتهام ده اللي هو الجنحة المباشرة دي والكلام ده كله، دي أقوال، بس أقوال القانون جرمها، يبقى لازم تقع تحت طائلة القانون.
ويعاقب مرتكبها طبقا لنص هذه المادة والفعل الذي ارتكب. شوف موضوع مش سهل، مهم بس شيق، وبيخليك انت تحس بنفسك، ومهما الواحد يتعب لا خلاص بقى انت وصلت المرحلة بتتعب. وبالعكس ده اهم حاجة في المهنة بتاعتنا دي، في الرسالة بتاعتنا دي، انك تبقى بتتعب، بتحس، بتحس انك انت مميز، بتحس ان انت كدك مطلوب في المجتمع وبره المجتمع. انا اللي انا بقوله ده واقع عايشينه، واقع عايشينه ده انا بقوله. بقول واقع انا عايشينه ليه؟ لان انا ما انا بتكلم اهو، اللي انا بقوله ده واقع، واقع. ما احنا ما بنقراش، احنا ما بنقراش. فلما يجي النهارده بقى هنبدا نتعامل في هنتخرج بقى، واللي ربنا هيكرمهم ويجتازوا المعهد هيبقوا بقى قدامنا في المحاكم والكلام ده كله. لازم ان احنا لما ننزل مجال العمل احنا بنختلف عن اي حد خالص. خلي بالك احنا بنختلف عن احنا المفروض نبقى اكتر من المحكمة والنيابة والكلام ده كله. شخصيتك دي اساس، دي اساس. ما هو ليه بقى شخصيتك ليه؟ لان احنا بنقول الحياة ممارسة فعلية، ممارسة فعلية. فاذا النهاردة لما نيجي نتعامل مع المحكمة ومع النيابة، مع المحكمة كافة درجات المحكمة، ونتعامل مع المحكمة وحسب درجات التقاضي، فانت بتتعامل معها من واقع تعايشك مع نفسك، وفي نفس الوقت انت مش المحكمة بتبص لك على انك انت بتثبت حضورك وخلاص، لا ده المحكمة بتشوف تصرفاتك، دخلتك على المحكمة، لبسك، شياكتك. ليه؟ لان ده عامل اساسي في العلاقة بيننا وبين المحكمة. مش كده وبس، ازاي بتخاطب المحكمة؟ ازاي بتخاطب المحكمة؟ ازاي بتتعامل مع، ازاي المحكمة بتتعامل معاك؟ ازاي انت بتثبت طلباتك في المحكمة؟ وامتى تثبت طلباتك؟ ما احنا في مدعي ومدعى عليه، مين اللي بيثبت طلباته الاول؟ ها؟ المدعي. طيب المدعي بيثبت طلباته حسب الدعوة اللي هو رافعها. إذا كانت الدعوة هو رافعها أول جلسة ومستنداته جاهزة طبقا لظروف الدعوة بتاعته، هيقول أن بيقدم الدعوة والمستندات ويقول أنا بطلب حجز الدعوة للحكم. طيب قبل كده إيه بقى؟ لازم في مدعي عليه، صح؟ مش كده؟ أعلنت المدعي عليه؟ ها؟ يا بهوات يا اللي معانا ورا، ها؟ لا سيبك من المجاج دي، ها؟ إحنا دلوقتي المدعي، أنت مدعي وليك دعوة وقدمت طلباتك وأعلنت صحيفة الدعوة وجاي ومعاك مستنداتك، أو أنت أرفعت مستنداتك في الدعوة وأنت بترفعها، خلاص جاهز. بي معانا مدعى عليه، المدعى عليه المفروض المدعى بيعلنه بصحيفة الدعوة، مش كده؟ طيب استلم صحيفة الدعوة مع شخصه، خلي بالكم، خلي بالكم. ما انا قلت اهو، انت راجل عالم يا عم، خدنا احنا نعرف هنا. انت حضرتك اودعت صحيفة الدعوة واعلنت المدعى عليه، والمدعى عليه خلي بالكم المحضر راح عشان يسلموا الاعلان، المحضر راح عشان ايه؟ يسلموا الاعلان. راح لا استنى لسه ما امتنحش بقى، احنا هنمتنع من اول جلد مره كده. المحضر لما راح سلموا الاعلان لقى قاعد في البيت، كان في الشغل وجاء
خبط خرج من انا لنا المحضر فضل في دعوه مرفوعه كذا كذا ودي تحت الدعوه ده الاعلان اهو امضي لي. مضى واستلم مع شخص ماشي. يبقى هنا الدعوه ايه جاهزه والخصومه انعقدت والمستندات اتقدمت والمدعى عليه استلم بشخصه. يبقى هنا الدعوه المحكمه هتعمل ايه؟ قوم يا بيه اتفضل. لا انا هقول لك حاجه الكلام ده انا هنجيله واحنا هنجيله ده شغل محامين بقى بس استنى. انا بتكلم في ان الدعوه ده ماشي قانون زي الكتاب ما بيقول وزي الواقع ما بيقول. وهنا ما انا لازم اعرض الاول الصح واعرض القانون واعرض الاجراء واعرض ان اطراف الدعوة دول ناس فاهمين وناس علماء ماشي. وبعد كده نخش بقى في ايه في اعادة الاعلان والاحمر قاشي والبيت مغلق والكلام ده كله هنعمل هنا. احنا بنتكلم في المثالية بقى. ما انا لازم اقول لك المثالية الاول عشان ربنا يوفقنا ونبقى كده على طول. ما نبدأش بال مهم. هنا انا هفترض اللي انا بقوله ده حصل وصح وجه المدعى عليه اعلن لشخص مش كده؟ طيب مش هو ممكن يبقى له طلبات صح؟ هو المستندات اللي تقدمها المدعى عليه مع وهو بيرفع الدعوة المدعى عليه ما شافهاش وما اطلعش عليها. قول يا استاذ. تمام برافو عليك. هنا هيجي المدعى عليه واستلم واقر بالاستلام فعلا واعلن مع شخصه هيطلب من المحكمه هيقول له يا سعاده الرئيس بعد اذن حضرتك انا بطلب اجل للاطلاع على المستندات حتى يمكن الرد عليها. محكمة القاضي على طول قررت المحكمة التأجيل لجلسة يوم 21/12 للاطلاع والاستعداد. كده الأمور ماشية حلوة جدا والأفراد الدعوة كل واحد فاهم هو بيعمل إيه بنتعامل مع المحكمة إزاي المحكمة بتتعامل معانا إزاي. يعني هنا في الجزئية دي مهمة جدا لازم يبقى أنت بينك وبين المحكمة علاقة وطيدة جدا. مش علاقة وطيدة بينك ولا علاقة وطيدة اللي هي تليق بشخصك وصفتك ماشي وتجبر القائم على السلطة أو المحكمة أو النيابة أو الكلام ده كله إن هو لازم يحترمك. لازم ليه؟ لان انت كنت تحترمه قوي. يقول لك ايه خلي بالكم لما نخرج وبنترافع كده والكلام ده كله بيقعدوا هم مع بعض جوه في المداوله بيشوفوا مين اترافع قدامهم النهارده ده اترافع في ايه وده اترافع في ايه وده اترافع في ايه. وبعد كده ما كل حاجه موجوده في الدعوه لكن بقى اشخاص المحامين اللي بيترافعوا محمد راجل كويس وراجل فاهم هو بيقول ايه وراجل بيعرض باحترام وفي نفس الوقت هو وفي مرافعته بيأثر بالنسبة للدليل على دليل على انه هو فاهم ومطلع وبيبحث. فده يعني بيحطوا تحته كده خطوط ده يبقى في التعامل محترم. ما هو لازم يبقى فيه كده. انت حضرتك نفس الوضع لما تيجي بتترافع قدام المحكمه ما انت بتقيم المحكمه زيك زيهم. يعني ايه رد الفعل ورد فعل كده. احنا في اللي احنا وصلنا له ده كده كل الدنيا اللي احنا نعرفه بس نعرفهم ايه باحترام بادب بعلم وعلم علم متبادل وهو ده احسن مفيش احسن من كده.
علم متبادل، احترام متبادل، أخلاق متبادلة، كل ده هو كل ده رأس المال بتاعهم، هو ده النجاح اللي بيحصل. فعلشان كده بنقول ان اللي انا بقوله ده بقوله يعني المفروض ما فيش كلمة ما نبقاش حريصين عليها، لان هو ده اساس العمل وهو ده اساس النجاح. لان اللي انت بتقوله ده ما بتقرا، انا اعتقد اللي انا بقوله ده ما يعني ما اقراش من كتاب وانت ما تقراش من الكتاب، لان انا بعرضه لك عملي، انا بعرضه لك عملي، انا بقول لك المحكمه عملي، انا بقول لك المدعي والمدعى علي عملي، انا بقول لك الاعلان اعلن مع اصل الصحيفه والمدعى عليه جه حضر وطلب من المحكمه اجل للاطلاع على المستندات المقدمه من المدعي. المحكمه كان رد الفعل، قررت المحكمة التأجيل لجلسة كذا للاطلاع والاستعداد. أعتقد اللي أنا قلته ده كله عرفه دلوقتي، أعتقد. اللي ما عرفش بقى يعني ما لناش كلام معاه. فإذا النهاردة اللي بيتقال ده عملي، اللي بيتقال ده محكمة، اللي بيتقال ده دفاع، اللي بيتقال ده نيابة. فعلشان كده المنظومة دي كلها بيطلع منها الحكم العدل الحق. فعلشان كده احنا شركاء اساسيين وفاعلين، مش شركاء، فاعلين في الحق والعدل اللي هما اساس الحكم. ليه؟ لان انت دفاعك في محضر الجلسه وفي الحكم واسباب المحكمه في الحكم. فاحنا الاثنين بعد كده بيصدر حكم في مرافعتك وفي اسباب بتاعه المحكمه، الاثنين دول مع بعض بيكونوا الحكم اللي هو باسم الحق والعدل. فعلشان كده احنا شركاء وفاعلين اصليين في الحكم. يبقى هنا الشخصيه دي اللي هو احنا، يعني يبقى ايه جواها مع نفسها ايه؟ شوف انت، شوف انت فين، شوف انت فين، شوف انت مع المحكمه، مع المحكمه مع ربنا، وانت مع ربنا، وهتتحاسب عند ربنا، والمحكمه هتتحاسب عند ربنا. من اخطا هيتحاسب، خلي بالك مفيش حاجه كده بتعدي، لا مفيش الكلام ده. يعني هتقول لك انا بقى اعمل كذا ويروح يضرب مش عارف ايصال امانه على مين ويروح يعمل بتاع ويروح يطلع. ده واحد، ده في محامي النهارده مكلمني، واحد خد سو كارنيه وحط صوره على كارنيه المحامي وراح اتصالح في حكم في اسوان ب 19 مليون جنيه. النهارده محامي مكلمني النهارده الصبح، خد الكارنيه بتاع المحامي وحط عليه صور، حط عليه صور وراح اتنازل عن المبلغ ده. هو مش اتنازل لوحده، ما هو تشكيل حسابي. وبعدين في حاجة، هو المحكمة بتقبل الكارنيه عشان نتنازل عن أو تتصالح عن أي نوع من أنواع التصالح؟ بطاقة، لازم البطاقة والتوكيل. ده انا بقول حتى معاه توكيل خاص، بس لازم البطاقة اساس، وبيثبت البطاقة وبيصور البطاقة وبيصور التوكيل. ده بقى توكيل خاص المحكمة بتاخده، كله بتودع في الملف، كله بتودع في الملف. فعلشان كده، علشان كده احنا داخلين برضو، انا بنقول ايه، داخلين على فترة محترمة جدا واحنا فرحين بيها كويس قوي، بس في نفس الوقت حارسين كويس قوي قوي قوي، لاننا ممكن ندخل في مأزق ما نخرجش منه. لازم انت محامي وداخل لسه ابتدائي وفرحان
وبتحضر وبتجري والدنيا ماشيه معاك حلوه وفي المحكمه والكلام ده كله. جه بقى محامي قال لك ايه؟ خليك معانا يا استاذ، استاذه هيجي محامي يقول لك تعالى يا استاذ بعد اذن حضرتك خد النوته دي واحضر لي فيها. محامي مش عارف يعني نوته يعني ايه؟ وهيحضر في ايه؟ لسه. فشوفوا احنا بنقول ايه دلوقتي؟ عشان ما حدش يجي يقول لك انا لا، احنا قلنا كل حاجه وبنقول كل حاجه عشان يبقى ايه؟ بنبين كل شيء يتعرض ليه المحامي. انت ممكن تتعرض في موضوع ما يتحلش، تتعرض في موضوع تلاقيه واخد حكم مؤبد، وانت ما تعرفش حاجه وانت ما شفتش حاجه زي كده. فاذا انا طالما انا دخلت المجال المحترم ده لازم ابقى حريص جدا جدا. هو خلي بالك المحاماه دي عمل محترم جدا وناجح وبيعتبر من الاعمال ايه ربنا سبحانه وتعالى. يا جدعان يعني لما تقرا كده تشوف ايه دورك وايه دور الشاهد وايه حاجات اللي بيستعملها وينفذها عند ربنا ما شاء الله حاجه بيرزقك في الدنيا والاخره. والله بيرزق في الدنيا والاخره وبيرزقك رزق لا تعلم عنه شيء خالص. اوعى حد يقول انا هاجي لي كذا اخر الشهر، ما فيش كلام من ده. احنا بنقول عن واقع اهو، عن واقع. بتيجي تلاقي قضيه انت مترفع فيها ومشيت واتعابك نسيتها عادي. ما انت اتعابك نسيتها ما بتطالبش ومش في دماغك. بيجي لك الموكل يخبط عليك ويقول لك يا استاذ معلش انا اسف اعذرني لان انا كان عندي ظروف وحضرتك ليك علي عندي مبلغ اتعاب قد كده. هي ايه ده؟ ها؟ لا كان زمان. بس خلي بالك احنا عشنا كله. خلي بالك كان زمان ودلوقتي في ظروف تغيرت، بس الظروف ما تغيرتش بفعل البني ادم، لا ده ظروف عامه، ظروف مش عارف اللي زي الظروف اللي ماشيه دي. ما في ناس فعلا في محامين بيقول لك الاتعاب مثلا الاتعاب قلت ماشي، بس في حاجه بقى عشان نبقى احنا حريصين عليها كويس قوي ماشي. اوعى يعني تفكر، اوعى تفكر انك هتاخد اكتر من رزقك. اوعى تبقى انت خرجت الناحيه الثانيه، اعوذ بالله، لا مش حاجه من دي خالص. اوعى تفكر انك هتاخد اكتر من رزقك او اقل من رزقك. عشان كده الشيطان بيشتغل والدماغ بتلف ونبدا نفكر بقى في اتجاهات تانيه خالص هنا بقى، ويبدا الانحراف. وده اللي بيقولوا عليه ده شمال. انتوا عارفين الكلام ده كويس قوي. هنا انا بقى ايه باكد، عشان كده بقول لك اوعى تفكر انك انت هتاخد اقل من رزقك او اكتر من رزقك. اوعى. وده خلي بالك احنا جربناه وعشناه وعايشينه، بس في الصح، في الصح ده، في الصح. علشان كده طب انا هقول لك حاجه. انت قاعد في المكتب، في مكتبك، وبيجي لك موكلين. في موكل بيجي لك في قضيه اهي، بيجيب لك قضيه قتل، قضيه مخدرات، قضيه سرقه، ايا كانت نوع القضيه. فانت بتاخد القضيه وبنقول له طب بعد سيبها لي ايه اقراها، اذا كنت انا هقبلها ولا مش هقبلها.
فهنا الـ 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 الأمر ده أنا بقول له بعد أسبوع بيجي واتفق معايا على أتعاب. قال لي أتعاب كذا. أنا طبعا لا خدتش أتعاب، وقلت له لما أقرأ القضية لو أنا هقبلها هاخدها، مش هقبلها. فأنا بيجي أقول له بقى بعد إذنك أنا قريت القضية والقضية كويسة، مش إن شاء الله ربنا يسهل، بس خلي بالك بقى في ناس موكلين يقولوا لك إيه الكلام ده مهم جدا، خلي بالكوا، يقول لك إيه يا أستاذ بقى القضية كده هتاخد براءة بقى ولا هتجيب لنا البراءة ولا إيه والكلام ده كله. اسمع الكلمة دي مهمة جدا جدا جدا. أقول له إيه؟ أنت عايز؟ يقول لي آه عايزين براءة، والأتعاب اللي حضرتك هتقولها هتاخدها. أنا بيكون الملف قدامي لسه ماشي؟ برد رد محترم جدا جدا جدا، بقوم ماسك الملف في ايدي وقلت اتفضل بعد اذنك مش عندي دي، ده مش عندي اللي انت بتطلبه، ده مش عندي ملف دوسيه بتاعك اهو، وشوف حد ممكن يجيب لك البراءه ماشي. فهنا لما يجي يقول لي ده ابي هو انا قلت حاجه، طب انا مش عارف، هي كلمه انا بقول كده، انا عن نفسي بقول كلمه واحده، انت قلت الكلمه دي وانا رديت عليك ومش هرجع في ردي، خلصان. لذلك هنا بقى تلاقي انت في المجتمع بيحترمك كويس قوي، مجتمع بيحترمك ليه؟ لان انت التعامل بتاعك تعامل باحترام وبصدق وبعزه نفس. ليه بقى؟ لان انا اصلي اللي انا قلته ده او اللي الراجل قاله ده وطلب الطلب ده وانا رفضت، هنا ده المبلغ ده مش بتاعي، ده ربنا مش بعتهولي، ده مش رزقي، ده عايز حد تاني، اسباب. فعشان كده احنا بنأكد على كده. اتفضل استاذ، وهنتكلم كلمه في النوته عشان مش هتكلم فيها تاني. اوعى حد يخش المحكمه ويقول لك تعالى يا استاذ احذف النوته دي ويديك التوكيل عام او توكيل خاص، او ويكون كاتب لك على طلبات، على طلبات لو انت اقريت بيها هتضر شخص، هتضر شخص هو ما ارتكبش فعل مجرم، ما اذاش حد، ويجي المحامي الصغير ده هو يروح يقر في محضر الجلسة في الاستئناف، والقاضي ياخد التوكيل يقول له اثبت يا ابني التوكيل كذا كذا كذا، فين يا استاذ البطاقة؟ فين المحامي؟ يقوم مطلع البطاقة وفرحان او الكارنيه ويقول ويقوم ثابت ده كله، والمحكمة تقول ايه في الاخر الجلسة؟ حكمت المحكمة حضوريا بإيقاف عقوبة الحبس او بالبراءة حسب الظروف. جه بقى الراجل صاحب الشأن اللي هو المدعي بالحق المادي، راح يسأل على القضية بتاعته، القضية فين يا سكرتير؟ قال له قضية ايه؟ قضية رقم كذا، الرول كان بتاعها يوم كذا. يقول له القضية خدت براءة. براءة؟ يا براءة ازاي؟ ده انا صاحب الشأن، انا المدعي بالحق المادي، انا ما حضرتش ومفيش عني حد حضر، ازاي تاخد ازاي ياخد براءة؟ هنا بقى يبدا الايه بقى الحاجة اللي احنا مش عايزينها. خلاص هنا بقى الراجل ثبت الكلام ده، وبيقوم السكرتير بقى وطبعا وبيشبط مع السكرتير والكلام ده كله، يقول له طب تعالى اطلعك لرئيس النيابة. يطلعه رئيس النيابة يقول له الوضع كذا 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 كذا. النيابة تقوم فاتحة محضر تحقيق، يجيبوا أطراف الشكوى القضية ويجيبوا المحامي اللي حاضر. خلي بالكوا بقى في المحامي اللي هيحضر ده إيه اللي هيجرى. فأنا علشان كده مش عايز حد يقف. إحنا نتلافى دي بإيه؟ لا بعد إذنك أنا ما بعرفش أحضر في النوت ولا ليش حضور في النوت خالص، لأن في الوقت ده المحامي اللي إداك النوتة مش هيسأل فيك، مش هيسأل فيك خالص، ده هو عايز يدور على نفسه وهم هيطلبوه برضه، فمش مش هيسأل عنك.
لازم تبقوا فاهمين الموضوع ده كويس. فعلشان كده احنا بنقول لازم نبدأ صح، وانا عندنا استعداد. انا مش هخليكم عايزين حاجة عشان يبقى الكلام واضح، عشان اللي بيغلط ما هو بيجن اهو، ما هو بيجن وناس كبار، فما ينفعش. اوعى اوعى تذل نفسك، خليك عندك كبرياء عشان تنجح وعشان يبقى، ولازم يبقى ربنا راضي عنك. لازم اتفضل، اوعى يكون عندك إعادة إعلان ولا حاجة تاني. محامي ايه؟ اسمعوا ده، اسمعوا الموضوع ده مهم. اسمعوا وما اعرفش حاجة عن إصاد الأمانة ولا الكلام ده كله. ماشي ماشي. طبعا المحامي ما مصداش المدعي اللي وسلم إصال الأمانة على أي إقرار إنه استلم منه إصال الأمانة عشان يرفع بدعوى. تمام. وبالتالي بقى المشكلة لحد الآن هو مش عارف. ما هو طبعا طبعا. مين اللي وقع على الإصال بقى؟ نعم. مين اللي وقع على الإصال الأمانة؟ هو المواطن سلم الإصال الأمانة للمحامي قبل. أنا يا بيه بسألك أهم حاجة، اللي وقع على إصال الأمانة مين؟ المحامي. ايوه 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 يا بيه المحامي. والمحامي يا بيه محامي البقاء ورفع الدعوه ضد مين؟ المدعي. يعني المدعي الاصلي. انت مش عارف يا استاذ انا عايز. طب خلاص يا استاذ انا هسالك وانت رد. هسألك وانت رد. إيصال الأمانة اللي حضرتك بتتكلم عليه، خلي بالك مين اللي وقع إيصال الأمانة ومين المستفيد؟ بالراحة عشان نسمع منه. اتفضل يا بيه. يا بيه بعد إذن حضرتك، بعد إذن حضرتك، الإيصال الأمانة مفيش فيه مدعى ومدعى عليه، ده جنح. بنقول المتهم والمجني عليه. هنا هنا مين المتهم ومين المجني عليه؟ المجني عليه اللي هو صاحب الإصادة المستفيد. المتهم مين بقى؟ اللي مدعى الإصادة. المتهم المتهم اللي مدعى الإصادة. طب كويس، وبعدين ايه؟ فين التزوير بقى؟ تمام. مين بقى اللي كان مضى على إصال الأمانة؟ المحامي؟ لا، هو الموكل هو اللي سلم الإصال للمحامي، هو سلمه بالفعل للإصال. فهو عشان الثقة والمدينة يعني حي وعدل يا أستاذ. أنا بسألك من القضية هتروح الخبرة وهيستجوبوا وهيستكتبوا المحامي وهيستكتبوا المدعي بالحق المدني وده هيستكتبوا ده وهيستكتبوا ده، واحد تقرير هيطلع، الخبير هيطلع ان المدعي بالحق المدني هو اللي وقع على صلب إيصال الأمان او العكس. الموضوع اصل ده دليل مادي مش محتاج اجتهاد زي ما انا بقول دلوقتي. انت راح الخبراء. بقول لك ايه يا استاذ؟ بقول لك ايه؟ خدها دافع مني بقى بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك. ما تحكمش على ده في قضايا التزوير دي الا بعد عرض الاوراق على مصلحه الطب الشرعي قسم الايه؟ الخبراء الحسابيين. وهنا هنقدر نحدد مين اللي وقع ومين اللي ما وقعش، والا اذا كان لا ده وقع ولا ده وقع، ولكن هنعرف في الاخر مين اللي وقع. وبعدين نبقى نقول، وخلي بالك ممكن الاتهام يقلب، ممكن المجني عليه يبقى متهم والمتهم يبقى مجني عليه بعد التقرير، بعد التقرير بس.
طيب انا اللي انا قلته ده اللي جاي هيبقى احسن. حاضر حاضر حاضر، بس عايزكم بعد اذنكم نركز شويه قوي، لان احنا كل مره هيبقى فيه جديد، واللي احنا قلناه النهارده كله ده وحمام، كله ده حمام. فاوعى تحط في دماغكم انك انت هتخش تقرا ورقه وتقول حالات التلبس وتقول مش عارف ايه وتقول ايه، لا